بيحكي كيلر اتجاه معين قابل الاستراكشر. اول ما تقابل الاستراكشر ده بيحصل انفكشن، او بيحصل انفكشن من الجوجه دي. انا ماشي مثلا ماشي في الهواء، الهواء ماشي في حاله، اي حاجه يعني ماشي من غير ما حاجه تقابله، هيحصل حاجه كنترول ويند داخل ماشيه. امتى بيحصل تاثير الكنترول ويند؟ في اوبستكل قبلها، في عائق قبلها. اول ما بين عائق بيحصل زي ريفليكشن او زي الموجه بتاعت الهواء، بيبدا يحصل لها تغير. التغير ده بيأثر على السكشن بتاعت الويند. طب عشان ابدا احسب الويند طبعا مش هخش اشوف كل منشأ لوحده عامل ازاي او طابعته عامله ازاي او هتقابل العائق ازاي، فلازم الكود يديني ليميتيشن او يديني فاكتورز اقدر من خلالها اقدر اكسبت كنترول ويند رود اكوردنج للشكل الستراكشر. اكيد اكيد برضو لو انا حط قلم في الهواء غير لما احط قلم وعليه يافطه عينات المنظر دوت، غير لما اجيب الستراكشر شكله كده، غير لما اجيب الستراكشر بوكس مقفول، غير لما اجيب الستراكشر بوكس مقفول في فتحات، غير لما اجيب الستراكشر روف بس من غير اي جوانب. ده كله هيفرق معايا في ايه؟ في تاثير الويند. مش دي كلها عوائق عندي، بس طبيعه الاستخدام او طبيعه الاستراكشر او شكل الاستراكشر خلى قيمه الويند تختلف معايا. تمام كده؟ فبقى قيمه الويند مش مجرد هو بيجي يغلط وخلاص. قيمه الويند معتمدة على ثلاثة فاكتورز أساسيين، ده كنت الكود المصري. ماشي؟ ثلاثة فاكتورز دول في أكواد تانية عبارة عن 20 فاكتور. يعني الكود الأسكي مثلا وده البحث المطلوب منه. مطلوب مننا نعمل بحث يقارن في قيمة الأسكي، بحث يقارن في كود الأسكي 5 حسابات الويند مع أسكي 10. طب فين الأسكي؟ قلت لكم مرة ثانية إن الأسكي عبارة عن اسمه أسكي 7 داش 05 في أسكي 7 داش 10. عاوزك تعمل لي مقارنة بين الكودين دول، أحسبها كنترول ويند. عاوزين نعمل مقارنة بين الكودين بتاعت كنترول ويند، ونقارنهم بقيمة الإيه؟ الويند بتاعت إيه؟ بتاعت مصر. مش كده؟ هنقارنهم إزاي؟ هفترض إن عندي استراكشر عادي جدا، استراكشر عادي جدا، فريم عادي جدا، هطلع عليه الويند رول في الكود المصري، وهطلع عليه الويند رول في الكود أسكي 7.05، وهطلع عليه الويند رول في الكود أسكي 7 داش كام؟ 10. عايز تفتح كده الامريكي وتشوف ازاي بيكسب من الامريكي. ماشي؟ ده بحث وشانسين مش مطلوب من الناس كلها تعمله، اللي عاوز يعمله يعمله، اللي مش عاوز يعمله ما يعملوش، في الاخر انا هبص عليه. اللي هيجي من قبيل بحث ثاني واخد بحث حاطه هنا هيبان. القبيل هيبان، والله لو غيرت الفورمات هتبان. لو خدت التكست بتاع الوورد وقعدت غيرت الفورمات كنت هتعمل لي احمر وازرق واخضر هجيبك. فبلاش تعمل نفسك ليه؟ هتقطع وقت القبيل ده المفروض حاجه ثانيه، زي في اي حاجه ثانيه. مش كده؟ ده مطلوب منك اللي عاوز يقدر، اللي عاوز يفتح كود ويقارن حاجه يسال في حاجه تمام. فده بحث مش مطلوب من الناس كلها، مطلوب من الناس المتطابقين للبونص بالنسبه لي. واكيد البونص بالنسبه لي فلوس معنوي بقى، بونص مادي مش فاكر. اقول لك ايه كويس؟ مش كده؟ اقول لك برافو معانا 100 جنيه برضه كويس؟ عايز ايه؟ وقت كده فده مطلوب مننا نقارن بيه. الكود المصري لما جه حسب قيمه الويند حسبها ازاي؟ قال لك هي عباره عن سي اي في الكي في كيو، دول ثلاثه كوفيشن. في كوفيشن اسمه سي اي دوت، ده اسمه معامله تعرض. يعني ايه معامله تعرض؟ ده معامله سوري معامله خارجي، معامله خارجي اصلا المعامله الخارجيه ستاندرد كوفيشن. ايه المعامل دوت؟ ده بيقول لك الويند لما يهبط على الاستراكشر الاستراكشر شكله عامل ازاي؟ سي دوت هو بيقول لك طبيعه شكل الاستراكشر مع الويند. ساعتها اخد الفكتور ده بكام؟ يكون كل الكواليتي كانت الفكتور ده. هو انا السوشيال بتاعي شكله جاي لابس ولا جاي فلات ولا شكله شد ولا هو عباره عن شمني ولا شكله قرش ولا شكله دوم؟ اكوردنج شكل الاستراكشر دوت الويند هيبقى فيه السي بيختلف معايا، الكوفيشن بيختلف معايا والدايركشن بيختلف معايا. يعني السي اي دوت هو بيحدد لي الدايركشن بتاع الويند هو عباره عن ايه؟ هو بيضغط ولا بيشد السطح؟ لان ممكن عندي ويند لما يجي يقص على سطح يضغط في ناحيه ويشد في ناحيه. فاللي بيحدد لي الدايركشن بتاع الويند هو بيضغط ولا بيشد السطح، وقيمه الضغط والشد بتاعه قد ايه؟ هو سي اسمه ستاندرد كونفيشن. ماشي كده؟ الكي فاكتور دوت ده فاكتور بيقول لك هو قد ايه المبنى ده ارتفاعه عن سطح الارض. لو انا بتعامل مع مبنى ارتفاعه 10 متر اللي بتعامل مع مبنى ارتفاعه 20 متر اللي بتعامل مع مبنى ارتفاعه 30 متر احنا عارفين ان الكوفي ده احنا زدنا عليه مع الارتفاع، فكل ما ارتفاع بيزيد معايا الكود بيزيد معايا. طب افترض انا عندي استراكشر ده وده اللي محدد الكود دوت اللي هو عامل تعرض.
تمام حددته بالجراف ده. هفترض عندي مثلا ارتفاع العمود او ارتفاع الاستراكشر بتاعي 40 متر. ساعتها اخد الفاكتور بتاع ال 40 ولا اخدها ازاي؟ لا بقسمها من 0 ل 10 اخد الفاكتور بتاعها. من 10 ل 20 اخد الفاكتور بتاعها. من 20 ل 30 اخد الفاكتور بتاعها. من 30 ل 40 اخد الفاكتور بتاعها. يبقى انا بالتالي لما اجي اشتغل عندي ارتفاع 40 متر مش هاخده كله باقصى قيمه، مش هاخد الكي كلها 1.6، لا ده انا هاخد الكي بتاع من 0 ل 10 بكام؟ بواحد. بعد كده من 10 ل 20 اخد 1.15، بعد كده من 20 ل 30 اخدها بكام؟ 1.4، من 30 ل 40 1.6. طب ايه الالف والبي والجيم دول؟ دوت بيعتمد على الاكسبوجر بتاع المبنى نفسه. المبنى دوت موجود في محيط سكني او موجود في محيط حواليه مياه واسعه كبيره او موجود في الصحراء. اكيد المحيط ده بيفرق معاك في كسر الموجه بتاعت الرياح. انت لو في رياح جايه على مباني سكنيه ضخمه ايه اللي بيحصل؟ بتتشتت في الاول، بالتالي اللي جوه مش هيحس ده الايه؟ ده اللي بره. فهو على حسب انت الاكسبوجر بتاعك عامل ازاي؟ طبيعتك عامله ازاي؟ فطبعا احنا بنتيجي حاجه جوه القاهره 1000 على طول اكسبوجر ماشي؟ بس انا يهمني لما تاخد تاثير الكي ده، لما تاخد تاثير الكي ما بتاخدش على اقصى قيمه. مش عندي ارتفاع اللي قلنا 40 متر هاخد من صفر لحد 40 متر ب 1.6، بقسمه من 0 ل 10 هيبقى السي اي في الكي في الكيو بتاعتي. بعد كده من 10 ل 20 سي اي في الكي في الكيو. من 20 ل 30 سي اي في الكي في الكيو. من 30 ل 40 سي اي في الكي في الكيو. الكي بتاع كل واحد اللي بيختلف ده عن ده عن ده عن ده. السي اي ممكن تبقى واحد. اللي هيختلف ده عن ده عن ده الكي. الكي هنا بواحد، الكي هنا 15، الكي هنا 1.4، الكي هنا واضح؟ واضح الحته ديت؟ تمام. ده واحد. الكيو. الكيو ده فاكتور او قيمه الويند بريشر نفسها بتاعت الايه؟ اكوردنج للويند سبيد. according to wind speed مع كل ما سرعه الرياح بتزيد كل ما كان شويه يزيد معايا. طب انا طبيعي متوقع الويند سبيد تزيد في ايه؟ في المناطق الساحليه، في المناطق اللي جوه مصر زي القاهره اللي هي بعيده عن السواحل الويند سبيد اقل. طب مين اللي بيحدد لي القيمه دي؟ الكود. الكود دارس كل منطقه ومقسم لك مصر زون، قال لك خلي بالك في القاهره وكذا وكذا تاخد الويند سبيد بكذا، في اسكندريه تاخد الويند سبيد بكذا، في السنوات تاخدها بكذا، في الزعفران تاخدها بكذا. يبقى according to structure كنا حلو في ايه؟ هات المراية حسابات ايه؟ بالكي لوند سبيد، واكوردنج لوند سبيد هخش احسب قيمة الايه؟ الكيو. ماشي كده؟ طيب الكود بتاعنا جاي لها ازاي؟ سيكو سي كيو اس اس برضه دي بتعتمد على التوبوجرافي بتاع الاستراكشر بتاعي، التوبوجرافي حواليها عامل ازاي؟ انا على حافه التل ولا جوه مدينه؟ طول انا جوه المدينه خلاص بعتبر السي كيو اس اس دي زي واحد. تمام؟ كنت كيو بالنسبه لي هي عباره عن نص رو، رو دوت كثافه الهواء تمام كده في سرعته. الكيو عباره عن نص رو في البي سكوير، رو على طول في 1 ربع، فانا ممكن بلاقي ولا نص في 1 ربع حولتها على طول مره واحده. مش كده؟ نص في 1 ربع اللي هي بس 1.3 تقريبا. اللي انت لو خدت فودر امريكا تلاقي نص واحد. انت لو خدت فودر امريكا تلاقي القيمه بتاعت الويند بريشر ديت او الفود بريشر دي هي بقول 6.1.3 كي زد في كي زد تي في كي دي في الفي سكوير. الجهات دي كلها مدخله معاها في حسابات الكيو. تمام كده؟ فبالتالي هتلاقي نفس الرقم بتاع كل الامريكا. لان هي قيمه تعتبر عن الويند سبيد يعني مش ما فيهاش فلسفه. زي الاستراكشر كده ده بيقول اسبوع 8 نقعد انا احسبها ده اسبوع 8 وده احسب ده اسبوع 10 بس دي بيقول اسبوع 8 فنفس الفكره هي الريشن نفسه هو بيقول 6.1.3 في سكوير. في فاكتورز ثانيه ممكن تزود معايا اللي معايا اكوردنج للكود بتاع الكود. يعني هتلاقوا الفاكتورز الكوفيشنت اللي موجوده مع العلاقه ديت تختلف من كود لكود بقى اكوردنج بقى ايه للكوشنز بتاعته للفلوس بتاعت الكود بتاعته. ده اللي ممكن الكود تبقى ايه تشوفوا الفرق اللي كويس. ماشي؟ فانا بالنسبه لي عندي نص رو في الفي سكوير. طب الجيتا كده منين؟ هنلاقي هنا في تيبل كده تكون بتغنوا تمام كده؟ كود هنسيب الوضع. قال لك مرسى مطروح وطبعا زعفرانه منطقه واحده. ماشي كده؟ السرعه كانت 42 ده اكثر مطار بقى ايه؟ فاريه 42 متر على الثانيه. السلوم 39 متر على الثانيه. القاهره تقريبا 32.
33 دي تقريبا بتعرق بريشر لو انت ضبطها نص روب في السكوير تقريبا 69 كيلو في السكوير. عشان كده بتلاقي لو انت معاك ورق قديم ولا حد بتاع ورق قديم هيعطوا لك تسويق كام 70 كيلو في السكوير اللي هي نص روب في البيت تحديدا. بس انت لما تيجي تحسب البريشر اللي هي ويندز ري بريشر دوت مش تحسبه على طول 70 يعني بتطلع على حسب ايه المنطقه بتاعتك. يعني لو انت شغال في السلوم يبقى انت هتشغل ويندز ري 39، شغال في الزعفران هتشغل ويندز ري 42. من الفكرة؟ طب في مناطق هنا مش موجودة، يعني مثلا عاصمة إدارية هي مش موجودة هي بين القاهرة والسخنة، فساعتها بناخد افريج دي بنبقى بناخد افريج دي. في مناطق اللي بتقربها يوم السويس وكده باخدها، يعني العاصمة الإدارية جاية من القاهرة بتقول التجمع داخلة على السويس، فانت على حسب الزيارة بتاعتها. فانت لو بتاخد متوسط القيمتين او بتاخد اكوزيفيلا بتاخد حاجة قريبة ايه بالسخنة، فانت ايه مأمن نفسك مش موجودة. ماشي كده واضحه؟ حاجه مش مفهومه؟ في حاجه مش مفهومه؟ تمام. يبقى انا بالنسبه لي الثلاثة فاكتور بتاع الويند سبيد سي اي في الكي في كيو هو ده اللي بيحسب لي ويند بريشر. طب الويند بريشر دوت اليونت بتاعته ايه؟ كيلو جرام متر سكوير. يعني السي اي في الكي في كيو في الاخر هتطلع الكيلو جرام على متر سكوير. تمام كده؟ واضحه؟ بالتالي لما اجي احل الفريم احط الويند بتاعي على الفريم يبقى اضربه في ايه؟ في اس. اضربه في ايه؟ مسافه التحميل. عاوز احول جوينت اضربه في اس. واضح؟ تمام. طب ايه الشكل الجميل ده بقى؟ زي ما قلت لكم الاجابات كلها تقدر تحدد لي السي اي عشان احدد عن طريق حاجتين. هو الويند هيبقى الدايركشن بتاعته مع كل فيس عامل ازاي؟ تمام كده؟ وقيمته كام؟ قيمه السي ده كام؟ تمام؟ افترض انا عندي الاستكشر بالمنظر ده والويند خط في الدايركشن ده. هو شكل الفلو عامل ازاي؟ الويند عامل زي الميه. هو ماشي في اتجاهه كده. اول ما يلاقي هيلاقي ايه؟ هيلاقي الحيطه ديت. هيقف؟ عاوز يطلع. هيجي يطلع كده، هيعمل كده اهو. هيطلع فوق. هيشد معاه. هو لقى حاجه في وشه. هو عاوز يطلع، عاوز يمشي كده ويكمل ويمشي كده. صح ولا مش صح؟ ده طبيعي ميه لقت حاجه في وشها فخبطت، لقت حاجه عاوزه تطلع تكمل من فوق تشد. التكمل اللي فوق بتعمل ايه؟ السبشن. يبقى كلمه الفيس اللي مقابل الوجه عليه ايه؟ بريشر. الفيس اللي الناحيه الثانيه من الوجه عليه ايه؟ سبشن. الروف عليه ايه؟ سبشن. طب واخدين بالكم من الاشاره دي؟ دي معناها ايه؟ انت معناها كومبريشن. لو الميد اوت تعرف عالي قوي ايه اللي ممكن يحصل عليه؟ كومبريشن. يعني في مثلا عندي السطح التاني جاي كده الويند لما خبط هيتحرك كده، فده عليه كومبريشن، ده عليه سكشن، ده عليه سكشن، ده عليه سكشن. طب افترض الميد كان جاي كده بقى هيهبط كده، ده هيحرف بس برضه هيبقى فيه هيبقى فيه. انت كل ما بعد كده تعمل ايه؟ تبدا تحول السكشن بتاعك. طب السطح ده عليه كومبريشن، السطح ده عليه كومبريشن، ده عليه سبشن، ده عليه سبشن. يبقى الفيس اللي جنب الرياح ده مش شرط على طول عليه سبشن. ممكن يبقى عليه سبشن وممكن يبقى عليه كومبريشن اكوردنج لايه؟ لزاويه مين؟ اكوردنج لايه؟ لزاويه مين؟ بس اكوردنج للشكل دوت انا اول فيس هيعمل الوينج عليه كومبريشن، الفيس الثاني اللي هو بتاع الروف المايل دوت احتمال يبقى في احتمالين، ممكن يبقى سكشن ممكن يبقى كومبريشن. هنعرف انت يبقى سكشن انت كومبريشن وانت الاثنين مع بعض. فاهمني؟ الفيز ده على طول عليه سكشن، الفيز ده عليه سكشن. وانت بتحط دايركشن ويك ارسمه، لو انت بتحسبه ويك بره ارسم الدايركشن بتاعه عشان لما يجي تدخله في السوفت وير تبقى عارف الدايركشن عامل ازاي. طيب طبيعي مفهوم الويند اللي داخل على السطح بريشر، وبصوا اللي خارج من السطح سكشن ونجم. عشان لما تبص على الفاكتورز ديت في الكود الثانيه اللي داخل على السطح بريشر وبوستر، اللي طالع من السطح سكشن ونجم. بس انت برضه وانت بتدخل لازم تبقى شايف بعينيك، فانت ارسمها عشان تبقى متخيلش الويند عامل ازاي. طيب هو الويند لما قابل المبنى هيقابله كده بس؟ مش لازم يتفرج كده برضه يمين وشمال؟ هو مش هيتحرك كده، مش في ويند، الويند ده مش خابط على الاستكشر كله. طب الحبه اللي جايين هنا هيعملوا ايه؟ هيطلعوا كده ويتحركوا كده. فبقى الاند جيمه هو بالرغم ان هو جاي في الاتجاه ده، يعني برغم ان الويند جاي في الاتجاه دوت،
في اتجاه الفريم كومبريشن سكشن كومبريشن سكشن سكشن، بس في الاول في الثاني اللي جه بقى في الثاني في سكشن غصب عني سكشن. الولد لما يربط عاوز ايه؟ يلف. مش زي ما هو عاوز يلف في الراس كده، هو عاوز يلف ايه؟ كده. عاوز يلف ازاي؟ كده في الافق. فالافق ده عاوز يعمل ايه؟ عاوز يشد الجنبين ده برضه، عاوز يشد الجنبين ده برضه. برغم ان هو جاي في الاتجاه، جاي في الاتجاه الاسباني مش جاي في الاتجاه ده، صح ولا مش صح؟ بس ده على بعض القوى المكعب في الهواء، صح ولا مش صح؟ فهمت الفكره؟ فبالتالي الولد لما اجي ادرسه ما بقولش دايركشن ده بس. طيب بالنسبه للولد دايركشن دوت، فاهمين في حاله السكيل سيستم كنت بشيله على ايه؟ هنا الفريم. لما قلت لكم الولد بيقعد كده الفريم ده هو الايبل هو ايه؟ يشيله. فبالتالي لما اجي احط اللي هو ده وده 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 احطه على الفريم ولا ده بريسنج؟ احط على الفريم. عشان كده باخد واحده على الفريم، يعني باخد الفريم احط عليه حمل جانبي بس. طيب البوينت 7 دي لما اجي ادرسها هتيجي على البريسنج ولا هتيجي على الفريم؟ هتيجي على البريسنج اللي كنت حاطط له هنا، صح ولا مش صح؟ فبقت البريسنج دي هي حاسه بالبوينت 7 والبوينت 7 ديت، والفريم حاسس بقى مين؟ واخد؟ عرفت مادي السيتيكال سيستم ايه؟ حسب شكل الويند، انا حاطط ده عشان ده وحاطط ده عشان ده. احنا قلنا في اول محاضره. فاهمين الفكره؟ طب ايه الغرض من الجراف دوت؟ هو عرف لي ايه؟ قيمه وايه تاني؟ ودايركشن. الويند عامل ازاي؟ قيمه ودايركشن عامل ازاي؟ واضح؟ قيمه ايه؟ كنت السي اي اللي هو الاستمرار بروفيشن. طيب طبعا جاي باشمهندسين تمام؟ طب افترض ده مش هقولها دلوقتي ماشي؟ انا هقولها دلوقتي. افترض دلوقتي ان انا عندي الجنبين دول ما كانوش موجودين مفتوحين، ساعتها ايه اللي هيحصل تاني؟ ما يبقاش السي اي ده سي اي بس، يبقى سي اي وحاجه اسمها سي اي. اللي بره ده معامل خارجي للويند. طب لو الويند داخل جوه المبنى بيأثر ضرب داخلي اسمه انترنال بريشر، انترنال بروفيشن. في سي اي وفي سي اي. السي اي مش مشروح بس انا بقول لكم عشان لو فاكر الاسكي وقلت كلمه سي اي تبقوا فاهمين ايه المقصود بسي اي. ان الويند بقى فيه اوبننج جوه الاستراكشر، فالويند داخل الاستراكشر فبقى الويند ما بيأثرش من بره بس، بيأثر من بره وبيتحرك جوه المبنى بيعمل ايه؟ انترنال بريشر كامل. ماشي؟ الانترنال بريشر ده الفاكتور بتاعه بيعتمد على ايه؟ على كميه الفتحات وحجم الفتحات اللي موجوده في المبنى. اكوردنج مساحه الفتحات بالنسبه لمساحه الواجهه لو نزلت تحت المبنى هيبدا يأثر معايا في قيمه الايه؟ الانترنال بريشر. تمام؟ مش شرط ولا مش شرط. بس دي مش كهرباء صح؟ تحت من بره وقطع من بره. تمام كده يا باشمهندسين؟ تمام كده. طيب هفترض بقى ان الولد خبط الجنب ده. مش هو انا عندي احتماليه ابقى عارف الولد جاي من الاتجاه؟ فبالتالي لما اجي اعرف اللوك كيس بتاعت الولد، اعرف لوك كيس واحده ولا اعرف كام لوك كيس؟ عند اربعه لوك كيس. كده 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 وكده. لو الاستراكشر في سيمتريا ممكن اعرف اثنين ويند اكس ويند واي، بس عشان اعمل نفسي اعرف مره كده ومره كده ومره كده ومره كده. ويند بلس اكس ويند ماينس اكس ويند بلس واي ويند ماينس واي. في ناس بقى لو الاستراكشر فيه شومتري او في السيستم بتاعه سيمتري في الاثنين اكس وواي بيدخل ويند زوايا، يعني يقول لك ايه ده الويند كده بس انا مش هنعمل دي طبعا مش كده. وحتى عشان يدخلها بزاويه بيدخلها بايه؟ بيعمل حاجه اسمها ويند سيموليشن. عارفين يعني ويند سيموليشن؟ اللي هو في برامج بتعمل حاجه اسمها سيرفين السيموليشن بتاع الويند اللي هو بيأثر هنا سكشن كومبريشن. في برامج زي الروبر او برنامج اسمه ار اف تي ان بيقدر تحط له انت الاستراكشر وتعرف له كي كوفيشن وتقول له اثر لي الويند سبيد بتاعته كذا على الاستراكشر ده، وتعرف له الاستراكشر ده متفتح ولا متقفل. هو يبدا ياثر الويند بتاعه ويبدا يطلع لك الكوفيشن والبريشر بتاعك على كل سكشن. ده اسمه ويند سيموليشن. من ضمن المزايا اللي انت ممكن تقول له دخل الويند في الدايركشن ده،
على زاوية 45 درجة أو على زاوية 60 درجة أو على زاوية 30 درجة زي ما أنت عايز. بس إحنا طبيعي بنرص الاستكشن بتاعنا يشيل الويند في الدايركشن بتاعته، الويند لما يطلع كده يشيل الويند لما يطلع كده يشيل، فأنا بحط الويند في الدايركشن بتاع السيستم بتاعي. فأفترض إن الويند خبط كده. أفترض إن الويند خبط إيه؟ أنا ما بتكلمش عن فوتوز دلوقتي، يعني هنا كان الشارت ده لو الصورة بقى كان بيدي كام للسي اي والكلام ده بوينت 8 7 لا أنا مش فارق معايا دلوقتي الكيرف، أنا جعلها تاني أقول الكيرف بيعمل إيه؟ الكيرف دي حتى الكود. بس أنا يهمني تبقى فاهم الدايركشن الأول. الويند لما يخبط كده شكل الدايركشن عامل إزاي؟ تمام؟ ففي الحالة التانية لما الويند يخبط في الوش إيه اللي هيحصل؟ هيخبط كده، هيبدأ الموجة تتكسر إزاي؟ هتتكسر كده الموجة عشان تكمل كده، وهتتكسر كده الموجة عشان يكمل كده، وهتجيب كده كده الموجه عشان تكمل كده. صح ولا صح؟ اكيد مين؟ يلف حوالين الستراكشر. اللفه دي تعمل ايه؟ سكشن. طب كده واللفه اللي فوق تعمل ايه؟ سكشن. فبقى عندي الفيز ده اكيد عليه كومبريشن، وبقيت الفيز على ايه؟ سكشن. تخيل الوضع عامل ازاي؟ تخيل زي المروحه، هات ورقه كده ومروحه وحط الستراكشر بتاعك هتشوف الورقه بيحصل لها ايه؟ كان يعني مقطع كده ورقه كده مقطع ورقه ومروحه. والون ده بقى فيه هتلاقي الفيس اللي بيعمل على طول اكنه بيبقى لي جوه، والفيس الثانيه بتحصل ايه؟ عاوز شد البر لما انت تدخله اكنك ميه ماشيه. فتتحرك ازاي؟ لو انت سوري عندك ارض والميه بتجمع على الارض وفي زلطه واقفه عليها، الميه بتيجي ازاي حوالين الزلطه؟ لف حواليها، اللفه ده كده بتشد. فاهمينها كده؟ فانت اول حاجه حددت فين؟ الدايركشن بتاعك. طيب الكوفيشن دي هي محدده الكود. اي دايركشن هيقابل الويند بتاعي، اي فيس هيقابل الويند بتاعي احنا قلنا هيبقى ايه؟ كومبريشن. ده مش حاطط بتاع بوينت 8 مش كده؟ يعني الفيس اللي هيقابلني بوينت 8 كومبريشن ولا سكشن؟ كومبريشن. اي فيس تاني بعيد هيبقى عليه ايه؟ سكشن بنص مش كده؟ اي فيس تاني بعيد بكام؟ بنص. طب اللاترال فيس اللي هو بيلف بالجنب بوينسل سكشن برضه، مش احنا قلنا بيلف حوالين المبنى؟ الجوانب بتاعته انا بشوف بوينت 8 بوينسل. الفيس البعيد عن الدايركشن بتاع الويند بنص، الفيس اللي مقابل الويند بكام؟ بوينت 8. ما عدا فيس واحد بس اللي رخم بس اللي نزل اللي هو سكشن كومبريشن ده اللي هو هيقابلني امتى؟ اللي هو الويند لما يجي من الجنب بس شيء كده. وانت واقف كده جنب بس هو الفيس ده. اللي هو الفيس ده لو الويند جاي كده او الفيس ده لو الويند ايه؟ جاي عكس. ده ممكن يبقى معايا سكشن وممكن يبقى كومبريشن. مش كده؟ بس لو بقى سكشن هيبقى سكشن قد ايه؟ بوينت 8. لو بقى كومبريشن بوينت 8. البيتوين بقى على حسب الكيرف. ايه الكيرف دوت؟ كيرف 2. شايفين الكيرف الجميل ده؟ شايفين الكيرف اللي على اليمين جميل؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ مش شايفينه؟ جميل ده كيرف جميل. معلش افتح الكود برضه معاكم ونفتحه معاكم. شايفينه كده ولا مش شايفينه؟ شايفين؟ الكيرف ده خاص بأني فيس؟ الفيس الرخم، احنا عايزين نسميه الفيس الرخم. ايه المقصود بالفيس الرخم؟ اللي هو الفيس بتاع الروف المايل اللي جاي في اتجاه الرياكت. طب الفيس الثاني البعيد؟ دول خلاص خلاص تعبت معايا. طب الفيس الرخم دوت ليه رخامته؟ على ان معتمد على حسب دول مين؟ لو هو قليل قوي يبقى عليه سكشن، لو هو عالي قوي يبقى عليه كومبريشن. طب ايه اللي هيقول هو عالي قوي واطي قوي؟ الطلقه بتاعته. لو الطلقه بتاعته اقل من بوينت 4 يبقى هو ستيل مايل قريب من الوسط، ساعتها هاخده على طول كام؟ نيجاتيف بوينت 8. نيجاتيف دي مقصود بيها ايه؟ سكشن. يبقى لو كل ما الروف ده الطلقه بتاعته اقل من بوينت 4 يبقى هو عليه سي اي سكشن على طول بوينت 8. طب لو الطلقه دي زادت عن بوينت 8 اكيد بقى تماما عليه ايه؟ كومبريشن بوينت 8. طب ايه بالظبط بقى؟ طلقه بوينت 6 اخد انا واحد فيهم اخد الاثنين واحله مره سكشن واحله مره كومبريشن ولا تاني
افترض ان هو جه ان بتوين يعني ثلاث رقم بوينت 6 يبقى عندي في فاكتور خاص بالسكشن اهو وفاكتور خاص بالكومبريشن اهو. طب لما اجي احلل الاستراكشر عندي الاستراكشر اهو بس انا عندي ده بوينت 8 وعندي ده بنص وعندي ده بنص وبالطبع الفاينل كان بوينت 6 احله مره وهو عليه سكشن بالفاكتور ده وهرجع تاني احل المساله بوينت 8 نص نص واحله مره وعلى فكره الكومبريشن بقى فاكتور فاكتور حلو مره. يعني كيس الويند الواحده هي عباره عن ايه؟ يعني بقول ويند اكس ويند ماينس اكس ويند واي ويند ماينس واي الويند اكس بقى ويند اكس واحد ويند اكس اثنين والويند ماينس اكس ويند ماينس اكس واحد ويند ماينس اكس اثنين. متخيلين الوضع؟ فاهمين الفكره؟ فده كلها تحت واضح؟ طبعا في السوفت وير الموضوع اسهل من كده، تجرب تحسب البريشر على متر سكوير تحطه خلاص. اعرف بقى مليون كيس مش فارقه. واوتوماتيك البرنامج هيحسب لك كل كيس لوحدها ويعمل لك كل كومبينيشن. بس احنا طبعا مش هنرخم عليك كده، احنا مش هنجيب لك في الامتحان كده، بس انت متخيل بعد الموضوع عامل ازاي؟ بعد الموضوع في السوفت وير مش واقف لغايه حد اللي انت بتعملها بايديك. انت ممكن تدخل 100 لوك كومبينيشن وتلاقي عندك طلع لك 1000 لوك، قصدي 100 لوك كيس، طلع لك 1000 لوك كومبينيشن مش فارقه. وفي الاخر بيحلها برنامج. فاهمين؟ ساعات في الكريم ان شاء الله لما اخد المره الجايه كرين تعرفوا ان الكرين الواحد بيجيب لكم كومبينيشن سته. لما اجي اعمل التريب كرينز جنب بعض يعني عندي دكتورتين وعامل لهم كرينين جنب بعض مش 12 ما فيش تربيط توفيق. ممكن تلاقي في كرينز داخل لك 300 كومبينيشن. لو عندك مثلا ثلاث كرينات جنب بعض 300 كومبينيشن. طب انت لو تحل لهم ولا تحل لهم منهم؟ فانت بتعمل بالظبط انت السيستم في السوفت وير وهو بيخش يحل لهم طبعا. فما تقلقش من حته اللي انا بقسم اللوك مش عامل ازاي، بس انت فاهم ان اللوك كيس مش معناها ويندكس هي ويندكس بس، لا انا ويندكس دي ممكن تبقى عندي ويندكس واحد ويندكس اثنين، امتى تبقى ويندكس واحد ويندكس اثنين؟ لو الروف الرخم او جزء الروف الرخم اللي هو جنب اتجاه الويل زاويه الميل بتاعته بتكون كام وكام؟ 4 بوينت 4 بوينت 8. طب لو هي اقل من بوينت 4 خلاص هو سكشن على طول بوينت 8، اقل من بوينت 8 كونفرشن على طول. واضح؟ واضح ديت؟ واضحه ولا حد واعي من حاجه؟ معلش انا بحب اسال كتير انا بتكلم بسرعه وبالتالي بحب اكون متاكد الناس كلها فاهمه. في حد عنده لسه مشكله في اللغه بتاعتي ولا الدنيا تمام؟ كان اجيب المترجم بتاعي ولا ما اجيبوش؟ على فكره ما بهزرش والله. وانا طالب قدامكم كان في مترجم بيمشي معايا. والله بهزر. كان عندي زمايلي صحابي قوي العزاز يعني كانوا بيقولوا انا بتكلم حد في الدفعه كان بيتكلم اللي هو بجد وهو بيقول كذا 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 كذا. الدكتور كله اشتغل معايا في نفس المكان هم اتخرجنا ففي مهندسه جت تكلمني. فانا بكلمها مش فاهم فبقول لها هو بيقول لي كذا 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 فترد عليه فتكلم هو. بقول لها هو بيفهم عربي ليش؟ فانا عارف ان انا بتكلم بسرعه ده طبعا فيا عادي. فبالتالي لو حد عنده مشكله في السرعه يوقف مواعيد. فاهمني؟ ده حقك. هعيد لك ان شاء الله 100 مره حقك. لو حقي بقى في الامتحان بالذات هاخده منك. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ بشوف الطلقه بتاعتي هي في انهي رينج واكورد اللي جاي اخدها هي سكشن ولا كونفرشن ولا ايه بتوين السكشن والكونفرشن مره كيس كده مره كيس كده. خدت بالكم من حاجه الويند بيأثر ازاي؟ دايركشن الويند عارف الدايركشن بتاعه بس بيأثر هنا كده زاويه بينه مع السطح عامله ازاي؟ عمودي. الويند على طول عمودي. الويند ده واقف جاي عليه هورزونتال ده مايل جاي عمودي عليه. يعني حتى لو كنت برسمه بالسهم كنت برسمه ايه؟ مايل عمودي على السطح. الويل عمود على السطح. ما ينفعش اعتبر الويل ده كده افق عشان اسهل على نفسي الحل، لا هو عمود على السطح. واضح؟ واضحه؟ ده كيس ثانيه المنظر ده شرح بس
ده كله يعني اللي احنا قلناه كله بيتعاد. ده في الاخر ايه؟ كنت الحمل بقى الويند اللي هاثر فيه. الويند لود نفسه بقى لما اجي اثر على الفريم هاثر على متر سكوير ولا هاثر على متر كمان؟ هاثر على متر كمان يبقى اضرب في ايه؟ بس فاجيني بقول سي ايه في الكي في الكيو في ايه؟ في الفيزيك بتاعي. طب لو انا بدرس اللود على البيرنز لو انا عاوز اصمم البيرنز على الويند لود ماشي ايه؟ عشان احنا خدناه اللي هي السبيسنج بتكون كل بيرنز انا ما بحبش اثبت الرموز انا يمين افهم القاعده بالنسبه لي عامل مش كده؟ واضحه؟ هتلاقينا برضه هنا زودنا ايه؟ الويند. بس انا لما اجي اعمل كيس الويند عامل كيس ويند واحده؟ انا عامل ويند ليفت ويند رايت ويند سنجوليزم الواحد ويند اثنين على حسب دايركشن الويند بتاعي. وكل ويند هيبقى ليه كيس داخل في الدايركشن بتاعي. يعني لما اقول ويند ليفت يبقى السي جايه كده دي جايه كده دي جايه كده دي جايه كده. طب لو ويند رايت يبقى عامل ازاي؟ يبقى الويند جاي كده جاي كده جاي كده جاي كده اللي هو اساس الكريم جاي المنظر. طب وانت خبط في الوش وانا عاوز اتسع الفريم وانت خبط في الوش وانا اتسع الفريم كده 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 كله بكام؟ كله صح صح ولا صح؟ مش احنا قلنا كده لو انت خبط في الوش هيلف ويشيل فين فوق فبقى بوين 7 او بوين 7. بس ده مش هرخم عليك في التحسيب احسبه بس وانا ليفت وانا ليفت مانيوال. طب في الرساب اعمل كل كيس ما انت البرنامج هيحسب بقى انت مش عارف تحسب ايديك واضحه؟ واضحه ديت؟ الويند خبط في الوش زي ما قلنا الويند خبط في الوش تعرفش نفس الخط اللي انت جايبه ده هيحصل ازاي؟ فاكرين الرسمه اللي احنا شفناها في السيستم سيستم؟ فاكرين الرسمه؟ فاكرين رسمة جميله دي؟ فاكرين؟ بيروح فين؟ اللي انت جايبه واللي انت جايبه بعد كده فين؟ نص فوق نص تحت النص فوق نص تحت بيروحوا فين؟ على البريزنج البريزنج يروح فين؟ فالويند الخط فلوس دلوقتي هيشتغل عليه؟ سيستم ايه؟ البريسنج ولا الفريم؟ مش احنا اتفقنا عشان اشيل اي حمل الاضراب عندي تو سيستم يا اما اعمل فريم يا اما اعمل بريسنج. وتفكيري الاولاني هو اعمل ايه؟ اول تفكير ليا عاوز اشيل الاضراب بريسنج هعرف اعمله زي الفل مش هعرف اعمله زي ايه؟ بورتا فريم. طيب لما جينا اتكلمنا على الاتجاه دوت قلنا ينفع نحط بريسنج كده؟ قلنا لا عشان كده خلينا الاتجاه ده عباره عن ايه؟ فريم. فبقى الفريم ده بيشيل ايه؟ بيشيل الحمل اللي جاي من الجنب او الحمل الويند اللي جاي بيخبط كده او حمل الويند اللي طالع يخبط كده او كده وجاي من الناحيه الثانيه. يبقى اي حمل هيجي في اتجاه الفريم العرضي الفريم نفسه يقدر يشيله. طب اللي جاي في اتجاه الطول بتاع المبنى بقى هيتشال ازاي؟ مين اللي يقدر يشيله؟ هو جاي زي اصلا هو جاي اللي هو خبط في الواجهه. فالواجهه خدت الحمل دوت نقلبه على النقطه ديت والنقطه ديت. طب النقطه اللي جوه عملت ايه؟ اتحركت في البريسنج لحد ما وصل فين؟ النقطه دي والنقطه ديت. بعد كده وصل للطول ده عاوز ينزل الارض هينزل ازاي؟ عن طريق فيرتيكال بريسنج. فاي حمل هيجي في عرض المبنى اتجاه عرض المبنى يبقى هيتشال على الفريم. اي حمل هيخبط في الوش هيتشال على ايه؟ على البريسنج. صح؟ مش ده احنا شرحناه في السيركل سيستم وعلى اساس حطينا السيركل سيستم وعلى اساس قلنا لو ما فيش اوبشن بالنسبه لي احط هنا بريسنج. فاكرين لما قلنا سي مثلا عاوزين نعمل انتجار اكسسبل قلنا نعمل ساعتها ايه؟ نعمل بورتر فريم اللي احنا نعمل كاميرا كبيره قوي كده تشتغل معاك انها بورتر فريم بحيث لما الويند يوصل لها تنزل فين؟ للارض. واضح؟ احنا مجرد بنعيد الكلام بس هنعيده ايه؟ بارقام شويه. فبالتالي حمل الويند اللي خابط عندي عشان اجيبه على الاند جيرو يتضرب في انهي مسافه؟ حمل الويند ده خابط في الوش عاوز اجيبه على الاند جيرو المسافه ايه؟ المسافه بتقول انت جيبه هي المسافه العرضيه يا بتاعي اللي هي المسافه بتقول انت جيبه اللي هي كانت كام؟ احنا قلنا لا 4 6 متر 5 6 متر. يبقى كده حولته ايه؟ لاين لود. طب قيمته كام البريشر دوت؟ ممكن يبقى معايا بوينت 8 لو انا خدت في الوش دايركت وممكن يبقى معايا سكشن بكام؟
وبين 7 لو خبط ايه للجنب. مش احنا قلنا لو خبطنا من الجنب يبقى هنا سكشن بوينت 7، يبقى هبقى معايا سكشن بوينت 7 لو خبطت من الجنب. طب لو خبطت في الوش بوينت ايه الكريتيكال بالنسبه لي؟ بوينت اكبر من 7. فعشان كده برضه على طول لما اجي اصمم البريسنج بقول على بوينت 7. واضحه كده؟ واضحه؟ فاكرين بقى بوينت ايه؟ فالبوينت ايه ده توزع على الاند جيبل يا بوينت ايه في الكي في كيو هيحول لي جرام على الجي سكوير هضربه في السبيسنج. مش السبيسنج بتاع الفريم ده المسافه بين كل اند جيبل واند جيبل حولتها على متر لونج. هحوله بقى اجيب الاكشن فوق عند كل نقطه يبقى كده حولتها ايه؟ جوينت لونج. طب فوق احله ازاي؟ فوق ده يشتغل معاك انه ايه؟ ده عشان الحمل اللي هو الشكل الجميل ده بيفكرك بشكلها بايه؟ تراس. ونقل اللود عند الجوينت ولا مش هنقل اللود عند الجوينت؟ فباجي احل الهورزونتال بريسنج ده حلو كانه ايه؟ تراس. تراس صح؟ طب التراس ده السبورت بتاعه فين؟ السبورت بتاعه هنا وهنا اللي هو السبورت بتاعه دوت صح؟ مش السبورت بتاعه هو الباكيه بتاعت الفيرتيكال بريسنج. فانا لو عاوز احل التراس ده على الجنب هيبقى عندي كانه تراس جاي كده والسبورت بتاعه هنا وهنا. السبورت ده بيديكيت لايه؟ باكيه الفيرتيكال بريسنج. طب بعد ما جبت الاكشنات ديت اللي هو الاكشن بتاع التراس عاوز اجيب الباكيه الفيرتيكال بريسنج اروح راسم باكيه الفيرتيكال بريسنج ونزل عليه ايه؟ الاكشنات وحل ساعتها باكيه الفيرتيكال بريسنج. مش احنا شرحنا كده في اول محاضره خالص بس ساعتها ما كناش عارفين كنت لون ده هتحس كده ازاي؟ ده كنت لون ده هتحس ازاي؟ المنظر ده نبص هنا ركز شويه الشكل اللي عندنا بيضغط يبقى في رياكشن فوق رياكشن تحت. الرياكشن تحت نزل على الارض على طول الرياكشن اللي فوق ايه؟ هيطلع على ايه؟ على البريسنج. تمام؟ وصل للبريسنج هيشتغل معاك انه ايه؟ ترس. ترس الرياكشن بتاعتي ده ترسل فين؟ فيرتيكال بريسنج. هبدا احطه على الفيرتيكال بريسنج واحل الوندو لود. واضحه؟ يبقى خدنا الويند لود بسلام من فوق لتحت ولا لا؟ وصلنا من فوق لتحت بسلام. نقدر نحسب القيمه؟ نقدر نحسب قيمه الويند؟ نقدر نرسم الاستراكشر. انا وظيفتي بس معاك اللي انت هتجيب الاستراكشر تحط له قيمه الويند. ده اللي طالب مننا دلوقتي. طب حل بقى البريس حل التراس نفسه وجيب الفرصه في التراس دي بتاعت مين؟ بتاعتك. خدت الاستراكشر بقى سنتين كده وزي الفل تبدا تحل وتطلع لي فرصه. صح ولا مش صح؟ دي بتاعتك انت. تمام؟ وبتاعت البرنامج هو السوفت وير السابق اللي هيسهل لك الموضوع ده. بس لازم يكون عندك السنس وانت بتحل. انت بتحط الرقم عشان ما يطلع لك رقم من السابق ان انت فاهم. فاهمين الفكرة؟ ما قلت تخديد حوالين المراكين سبورت ده اصلا مش في الاخر ده اللي بعدها كان سبورت هنا سبورت هنا سبورت هنا سبورت هنا فمش فارق معاك في الاخر عارف ان الباكي دي كلها شايلك فتاخد اللود ده تحطها على جنب واحد او تحطها على جنب مش فارق معاك فاهماني؟ في الاخر هو ينزل الارض ماشي بس كده فرنسيين خلاص كده كفى الله من نشر القتال في لغه المنطقه حد واعي منه حاجه؟ حد مش واعي منه حاجه؟